ولحمه. اتفضل يا حسامين اتفضل. مساء الخير يا مرات خالي، مساء الخير. ازيك؟ اهلا يا حسنين، بركه انك طيب. اتفضل معايا يا حسنين. انا هقعد هنا. لا اتفضل معايا هناك. انا مستريح كده يا خال. تعالى يا راجل هناك تعالي. اهدي فر. فر ايه؟ دول عيالي. كل دول عيالك؟ ايوه. ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم، ده انت غلبان. قومي ولا في الزهوق، قوم من هنا، انا هنام هنا. اوعى تسيب البطانية كده وانت غيتني، خش جنب اخواتك جوه. اهلا يا حسنين، ازيك كده؟ الحمد لله يا خال، ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي والله. وازاي امك كده؟ امي؟ مش انا امي ماتت يا خال؟ ايه؟ ايوه، بقيت يتيم الاب والام يا خال. يا حول الله يا ربي. تعيش يا مرات خال، ما تركيش في حاجه وحشه. بقيت يتيم الاب والام. طب مش كنت بعتني؟ ما انا اتلهيت على عيني، بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده، كتر خيره. ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا، ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقعد هنا. انا هنام هنا. ده انا بنام هنا. ما تنام انت على الكنب وانا انام هنا يا خال. يا ما يصحش، قوم تعالى معايا هناك. قوم. ده انت عليك تحكمات. فاطمه. ايه؟ بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها. لا، ودي وقعت اهدي، احنا ناقصين. ايه؟ ما يصحش. انا واقع من الجوع، واقع من الجوع يا مرات خالي. من صباحية ربنا لحد دلوقتي على كوباية سوني. سوني؟ ايوه، بتاع بيضة كده. هاتلي جنب الأكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش معلش، استهدى بالله، بكرة تنسي. أنسى إزاي وأنا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. أديني قاعد أما أشوف. شد حيلك يا ولد. ايه؟ ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله، ده احنا فينا الصحة تهد جبال، انت فاكر نفسك ليه؟ قوم جامد قيمتك، قوم. معلش يا راس العاد، معلش، الواد جديد لسه. مونة الناس يا بوي، ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك. نطولوا على الاخر. لا طول بالك، طول بالك يا ريس، احنا نعجبك قوي، ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم. قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. أهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا ايه؟ ما احناش عارفين ننام. مزجت حسب الله. المزجت حسب الله ايه؟ كاك حش وسطك يا مرات خالي. اهو انت مش كفايه جاي تاكل معانا اكلنا وتشاركنا في منامنا، هتبوق علينا كمان. يا ولية يا عيني يا ولية. اسكت انت، انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا، جايب لنا شحط يشاركنا في الاوضه. ايه يا راجل، انت ما صدقت. حلو، هو صحيح، هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خالكك حش وسطك انت راخ. قوم يا بغل. ما تشد حيلك امال يا حسنين. شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي، ما عندكوش حاجه شيلها خفي من المسلح دي؟ عشر يا امال. بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه؟ اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جرونجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يا علي، شيل يا علي. هات يا خال. ايوه شيل. هات شيل يا علي. يلا شيل. يا نهار ازرق، ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هي دي في تيمين مسلح، تخليه زي البغل بدل ما عامز الحمار كده، ده حمار. هتقول ايه يا ولد؟ طيب مخصوم لك يومين. هو انا كنت لحقت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل على النوت تاني؟ اخرس يا علي اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا علي وعبي يا جرونجي. اجري. حاضر.
كانت دقفت نيتك وانت زي البغل كده. كانت حاسس وسطك. بقول لك يا احسن ايه؟ ايوه يا خال. انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خال. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الله، قهوه ايه يا خال اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر مخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا انا عايزه ما الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال، حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فوتكم بعافي. بقولك ايه؟ ايوه. اوعى إيوه ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزردة اللي هي زردة ام حسن. ما قلت ليه؟ قال لك انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كتمل على ودانك يا مرات خالي. ما قلت ليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك ما حطش الشاي؟ هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام علي ام حسن. حاضر يا خال. حاضر. العيشه تقرف يا اخي. ما تخليش بالك. هو بنقلب على نيات وشرب المقلب هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا راحتنا على شاي ام حسن. الله، انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالد؟ شاي ام خليل. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ ها يلا. انت مالك لازق فيها كده ليه؟ قول يا ولد. انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالد. خد الباب معاك. أنا بقول آخد العيال معايا عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالد. حاضر. حاضر يا خالي. أوعى بقى. إديني شاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورق تواليت. ورق تلاويت؟ ايوه. بيعملوا به ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات الشاي دي. حاضر. خد زهقتنا يا شيخ. افتح يا خال. اول حي يرجع. افتح يا خال. ما تردش عليه. Thank you.
هشام ابو حسن جبته. فين جبته؟ اهو اهو هشام ابو حسن اهو. مش ده هشام ابو حسن؟ قال لا. انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش هشام ابو حسن؟ هو هشام ابو حسن وام حسن عليها ايه؟ طب فين الزوبة تخمد؟ انا مش هتخم. ايه اللي عايز يتخمد يتخمد؟ هو عايزه تتخمد يا مرات خالي؟ انا طيب. انا زهقت، انا عايزه اتطلق. تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم هشام ابو حسن اهو. اغرس انت اغرس.